نكمل مع بعض، والنهارده نتكلم على شيدر يمكن نادرا استخدامه بس مهم قوي، بيعمل شغل حلو قوي قوي قوي، اللي هو اسمه الثين فيلم. الثين فيلم انت بتعمل محاكاة للحاجات المتناهية الصغر او الموجات الضوئية المتناهية الصغر، زي مثلا البابلز، زي فقاعات الصابون، عارفين انتوا الالوان اللي بتبقى فيها دي اللي هي رفيعة قوي دي، هي دي اللي بيعمل بالثين فيلم. بس انا عايز اعمل حاجة احسن من كده او براكتيكال عن كده كمان، عايز اعمل حاجة زي احنا عملنا الشوكولاتة، طب انا عايز اعمل حاجة زي الكراميل. تمام، هيجي بالثين فيلم، لان الثين فيلم بيدي تدريجات جامدة جدا تخدم غرض زي ان انت تعمل حاجة زي الكراميل او اي حاجة مشابهة. بالمناسبة الثين فيلم يفضل لو انت عايز تاخد منه افكت زي اللي احنا قلنا عليه من شوية، اللي هو الحاجات الرفيعة جدا، يتطبق على مجسم ملوش ثيكنس فوش اكسترود، يعني يطبق على سفير مباشرة من غير ما يبقى ليها اكسترود، من غير ما يبقى ليها اي حاجة، اللي هو بيتعامل اصلا، هو معمول اصلا عشان الاسطح دي. فكون ان احنا نستخدمه مع حاجه زي المش اللي احنا شايفينه ده، فهو مش ده، هو مش ده اللي معمول له، هو معمول لغرض غير ده. احنا ممكن نعمل تجربه ظريفه قوي، تعال هنوقف الاي بي ار وهنروح هنشتغل بالاثنين، هناخد السفير دي وهعمل السفير دي الاينمنت مع الشيدر بتاعي، وليكن كده كده الروتيشن بتاعها مش هيفرق حاجه، بس انا عايز اعمل لها سكيل. تمام، وعايز اروح ل F3 وعايز احط دي هنا كده. تمام، تبقى هنا حاجة هنا. هرجع للبرسبكتيف وهنزود السيجمنتس، مهم قوي قوي قوي، لان عشان ما يدينيش حاجه مضلعه او يديني افكت مضلع، وده انا مش محتاجه حاجه زي دي. انا على طول هشتغل بالثين فيلم وهوريكم الثين فيلم بقى يبقى ظروفه. هطلع دي بره دي كده. تاني حاجه هقوم جاي رايح على طول مشغل الاي بي ار ويندو، وهروح ل كرييت ومنها شيدر وارنولد شيدر نتور. الارنولد شيدر نتور يعتبر امبتي ماتيريال، ماتيريال فاضيه، هنحطها على السفير وبعدين دبل كليك نفتح النتورك اديتور، ومنه على طول هقوم جاي رايح هنا عامل الت تاب وهكتب ستاندرد. تمام، وفي الكالر هحط ثين فيلم. ثين فيلم اول ما بضغط دبل كليك عليه بيقول لي انت عايزه يدرايف ايه، هقول له انا عايزه يدرايف الكالر بتاع الستاندرد زي ما احنا شايفين. مبدئيا ما ننساش رايت كليك ارنولد بارامتر واقوم جاي شايل اوبيك. ليه؟ لان انا هتعامل مع سطح شفاف حالا. طب هي كده؟ لا، هنروح للستاندرد الاول، واهم حاجه اروح للسبيكر اقول له يوز فيرنل، وهرفع الويت للاخر، روفنس انا مش عايز اي روفنس، زيرو روفنس، زيرو روفنس، ماشي. ومن ناحية تانية هروح للريفليكشن واقول له فيرنيل عشان يستخدم ال اسف الريفراكشن عشان يستخدم الفيرنيل، وهنا ارفع الفيرنيل مثلا، بص لو هعمل سطح رفيع قوي هخلي الفيرنيل ده بواحد، اما الويت هنا فانا هرفع الويت بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين، واخدين دي كأنها جوه فقاعة
تمام. لو رحنا للثين فيلم بقى، احنا عندنا هنا الثيكنس، تمام، التخانه. طبعا هي المينيموم كده، بس الماكسيموم كل ما تعلى كل ما هيروح لدرجات الازرق، مش تبقى عارف، كل ما اسف هيروح درجات كده الاحمر، ولو انت قللت ده انا كده رايح لدرجات الاحمر هزوده. ببدا اخد بقى دي ما عليهاش كنترول، دي كده ما عليهاش كنترول. لكن هنا عندي الاوفرال ثيكنس من 0 ل 1، كل ما بتعلى كل ما بتساعد ان الضوء ينقسم اكتر جوه الفقاعه دي. الاي او ار ميديوم والفيلم والانترنال، انا افتكر انك انت مش هتلمس دول، انت لو اشتغلت اشتغل على الاي او ار فيلم ده، لو انت زودت شويه زي بالظبط الاي او ار بتاع الريفراكشن، تمام، يبقى حاجه مثلا زي رجعه زي ما كان. افتكر نادرا ما انت هتيجي جنب الثلاثه دول، لكن انت شغلك هيبقى في تحديد الكالر كمان مع دول، فانا ممكن اقلل ده كده كده بسمح برينج اكبر اما عملت كده. فانت هنا على حسب شكل بقى الديزاين اللي انت عايزه وشكل الحاجه اللي انت عايزها تطلع، ماشي، حاجه بالمنظر ده كده. ممكن نعمل حاجه ظريفه قوي كمان، ان احنا نخلي ماب هي اللي تدرايف الثيكنس بدل ما هو هو. خلي بالك الثيكنس من 0 ل 1، عايزك تعرف حاجه مهمه قوي، اي حاجه في اي رندر انجن تلاقيها من 0 ل 1 تعرف ان هي 32 بت، واي حاجه تلاقيها من 0 ل 255 تعرف ان هي 8 بت. فما ينفعش انك انت تحط شيدر 8 بت يدرايف شيدر تاني 32 بت، مش هتاخد نتيجه. في نوت حلو قوي في ارنولد بتحول الموضوع، هوريكم ازاي. لو احنا رحنا هنا للثين فيلم ورحت للنويز، ببساطه ممكن اجيب نويز عادي خالص، تمام، و اخليه يدرايف التكنيك. بس النويز بيشتغل من 0 ل 255، تمام، وده بيشتغل من 0 ل 1. طيب احنا ازاي هنخلي ده يدرايف ده؟ عن طريق نوت تانية اسمها رينج، زي الرينج مابر في سينما 4D. اهو هو ده الرينج. رينج هنا انت بتديها انبوت وبتطلع اوتبوت، تمام. هنا الانبوت 0 والاوتبوت الانبوت من 0 والماكس هقول له 255، خلاص هيطلع لي اوتبوت مينيمم وماكسيمم بواحد، خلاص. فانا لو خدت النويز ده وديته هنا قلت له انت الانبوت، تمام، وخدت ده وديته هنا وقلت له يروح للثيكنس، هلاقي ده كده النويز فعلا عمل درايف للثيكنس. ممكن انا بقى ازود الاوكتافز، بس عشان انا ابقى عارف النويز بتاعي شكله عامل ازاي هودي النويز ده للبيوتي، للبيوتي باس، بحيث ابقى شايف واضح ان النويز السكيل بتاعه كبير جدا، تمام. فانا عايز ازود السكيل اخليه مثلا 5 5 5، لا ممكن 20 20 20، افتكر كده ظريف. ممكن نزود الاوكتافز شويه فندي شويه ديتيلز او تفاصيل بحيث يبقى فيه خامات جراي. ممكن ندي ديستورشن حاجه بالشكل ده كده. هنا بقى 10 10 10، تمام، بالمنظر ده. لو انا رجعت وديت دي هنا، ادي الثين فيلم، وما زلت عندي تحكم هنا في المينيمم ثيكنس والماكسيمم ثيكنس. انا كل ما هروح كل ما هاخد درجات احلى. هنا اي او ار ميديوم مش عارف، بس انا ما افتكرش ان احنا هنلمسها اصلا، فانا هرجعها دي زي ما كانت. ودي طول ما انا رايح كده فانا رايح في اتجاهات اكتر، فكل ما الضوء بينكسر اكتر كل ما باخد كالرز اكتر. هي دي باختصار، او هو ده باختصار الفين فيلم. الانترنال لو زودته هخلي السمك الداخلي للفقاعة، طبعا هي دبل فيس يعني فيس قدام وفي فيس وفيس ورا. هتقولي طب الميديوم ده ايه؟ هو ده اللي بتكلم عليه، ان الشيدر ده معمول للحاجات الرفيعة جدا، يعني بيعمل انكسار. لو سفير زي دي خدت جلاس مش هتنفع،
مش عمرك ما هتاخد الجلاس، لان الجلاس بيشتغل على ثيكنس، الريفراكشن بيتعامل مع ثيكنس. فلو انت ما عندكش ثيكنس في السطح نفسه وجيت تعمل خامه ازاز عمرك ما هتاخدها صح، لان الضوء ما في يعني الرفع بتاع البلين او الرفع بتاع الازاز الريفراكشن ما يشتغلش فيه. اللي يشتغل فيه حاجه زي الثين فيلم ده، تمام؟ فهي دي اللي تشتغل في حاجه زي اللي انا عايزه دلوقتي. ممكن نعمل حاجه ظريفه قوي، ان انا اروح على السفير دي واروح شيفت واقوم حاطط لها ديسبليسر، تمام؟ الديسبليسر نفسه في الشيدنج اقوم حاطط له مثلا هنا وليكن نويز، فكده الثين فيلم هيبان. طبعا النويز ده كبير قوي، فانا عايز اقول له مثلا ان هو بوكسو، لا بوكسو لا، حاجه تكون خفيفه، ويفي تربلنس، والجلوبال سكيل مثلا 500 ولا حاجه، تمام؟ افتكر كده كمان هنشوف الثين فيلم شيدر تمام بطريقه احسن واظرف. في الديسبليسر انا عايز اروح للاوبجكت، لو قلت له هنا ايميوليت هيشتغل بالظبط زي الماتيريال، بس ايميوليت عايزه شيدر وانا مش عامل شيدر، تمام؟ انتنسيتي انا عايز اقول له انتنسيتي، مش عايز اقول له سنترد عشان ما يسحبش السيرفس ده جواه، تمام؟ حسب عليك. زي ما قلت انت حر هنا، اشتغل مينيمم ميديوم مينيمم وماكسيمم زي ما انت عايز، لكن هي دي خلاصه الثين فيلم. افتكر الاي او ار ميديوم ده زي ما قلت احنا مش هنيجي جنبه الا لو انت عايز لوك معين، تمام؟ بس ما افتكرش. يعني افتكر حاجه زي كده شكلها هيبقى ظريف. وكده نكون خلصنا من الثين فيلم على حاجه رفيعه زي ما احنا قلنا وزي ما احنا اتفقنا. لو احنا رحنا هنا للنويز ممكن اخلي السكيل ده مثلا 5 5 5، فهدي مجال اكتر. لازم نقللها شويه، تمام؟ هنا بقى هنا في حاجات كتير. اولا ممكن الريفراكشن اقلله حبه، ما ننساش ان دي درايف للكلر، فانا عايز ازود الديفيوز عشان يبقى هو ده الغالب، لكن بالريفراكشن هنا انا اقدر ان انا اخد لوك جامد قوي. لو انا عليت كمان اي او ار وعليت الريفراكشن، بس في حاله زي دي لو عليت الاي او ار ده قوي لازم اخف ده شويه عشان اللون بتاع الريفليكشن ما يبقاش هو اللي طاغي على الكالر بتاع السنتر، تمام؟ حاجه زي دي. انا عايز اخف الريفراكشن شويه وعايز ازود الاي او ار ده شويه. اما ده زي ما احنا شفنا لو انا زودته انا هروح للازاز، وانا مش عايز اروح للازاز، انا عايز احافظ على ده دايما بواحد. واحد هيضمن لي ان كل الانكسارات اللي جايه عندي جايه من الثين فيلم شيدر، مش جايه من الريفراكشن، وده المطلوب اثباته. وفي الجزء اللي جاي بقى من او ليه الجزء اللي جاي، خلينا على طول في الجزء ده. لو احنا عملنا هايد للسفير، قفلت السفير خالص وخدت نفس الماتيريال دي بس هحطها على الجيو ده، تمام؟ وهروح للثين فيلم نفسه، او هروح الاول لده واروح للسبيكولر واديله كلر وليكن يساعد على اللي انا عايز اعمله. عايز اعمل حاجه زي الكراميل، سنه روفنس بسيطه جدا. هنا في الريفراكشن هرفع الريفراكشن شويه وهدي الريفراكشن برضو كلر قريب من اللي انا عايزه،
وما نقفلش الكلر قوي. في الثين فيلم عايز اضيع الكلر. ايوه بالظبط كده، يعني مش انا عايز اروح للكلرز اللي هي ناحيه الريد كلر. حاجه بالمنظر ده، افتكر ان السبيكولر عالي شويتين، او هخلي دي زيرو، مش عايز روفنس. والسبيكولر يقل سنه، او افتكر دي ايوه اللي تقل سنه، وخلي ده زي ما هو. طبعا هنا انا ممكن هنا بقى ازود الاي او ار، لان انا هنا استخدمت الثين فيلم للحاجه اللي هو مش معمول لها اصلا، تمام؟ فانا ممكن ازود الاي او ار. هي ميزه الثين فيلم هنا يعمل لي ايه؟ هيديني بقى تداخلات في الالوان، تمام؟ ممكن اقلل الويت بتاعه شويه، بحيث الويت ده لو واحد انا هنا معدل النفاذيه هيبقى قليل جدا. فانا عايز اعمل حاجه زي الكراميل، زي ما احنا قلنا من شويه، ما تبقاش هي مش منفذه قوي، لكن عايز اديها حاجه بالشكل. بس في حاجه زي دي انا ممكن السبيكر ده يقل، او ازود ده وهقلل الاي او ار. بالظبط. طبعا تقدر هنا انك انت تشغل ده زي ما انت عايز، تاخد بقى اللوك اللي انت عايزه، تاخد مربى، تاخد كراميل، تاخد اللي انت عايزه. واحد ده لو رجع ورا شوية هناخد تداخلات تانية. افتكر ده زي الفل. التدريجة دي تحفة، يمكن اكتر من الاحسن من اللي انا كنت عاملها قبل ما نشتغل. كده عملنا كراميل وعملنا شوكولاتة، مش عارف تمسكوا في ايه تاني. بس انا كده اشتغلت على الثين فيلم في احوال كتير، اشتغلت ان احنا نشتغل على الاسطح الرفيع زي السفيرز او غيره او البلينز، اشتغلنا على حاجة هو مش معمول لها اصلا، اللي هي حاجة زي اللي احنا عملناها دي. في المحاضرة بقى اللي جاية هنتكلم على كام حاجة كده ظروف، هنتكلم على الاميشن نود، وهنتكلم على النورمال ماب، وهنتكلم على البامب، وعلى الديسبليسمنت. هناخدهم كلهم في محاضرة واحدة، لان هي نودز يعني بسيطة، مش فيها كلام كتير، علشان نخش على شوية حاجات ظريفة قوي من اول اللاير نود. وعندنا بعد كده جاي لنا الدرايف لانر، وعندنا الامبيت اوكلوجن والكيرفتشر والشادو ماب، ونود جميله جدا اسمها السبستانس، هنتكلم عليهم في بقيه السلسله اللي جايه ان شاء الله. الفوليوم الاولاني اللي احنا فيه دوت، ده هيبقى عباره عن النودز. بنعرف الريندر انجن بالنودز بتاعه كلها. في فوليوم 2 هيبقى عبارة عن وركشوبس، كل وركشوب بنتكلم في خامات بقى ادفانسد، خامات فعلا بنحاكي بيها الرياليزم، يمكن الالترا رياليزم كمان. في فوليوم 3 هيبقى عندنا وركشوب كاملة من A to Z، نلم فيها كل اللي احنا قلناه في فوليوم 1 اللي هو ده، وكل اللي احنا قلناه في فوليوم 2. الكورس ضخم ومحتاج متابعة، وأتمنى يفيد الكل إن شاء الله. شكرا لكم، وأشوفكم في المحاضرة اللي جاية بإذن الله.